عليكم حليلواتي، كيف راكم؟ تحياتي للجميع. فيديو اليوم هو عبارة عن ماسك ضد حبوب الوجه فعال للغاية. قبل من هذا ما تنسوش تشاركوا في القناة، تضغطوا على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، أبوني سبسكرايب اشتراك، ضروري ما تضغطوا على الجرس الموجود بجانبيه، تأكدوا أنه تفعل وتغير وأصبح بهذا الشكل. وإذا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك إعجاب أو جيم. اول ماده غادي نحتاجو ليها هي سبيرولين. بالنسبه لي عندي على شكل بودره. كلنا تنعرفوا ان سبيرولين غني بالزنك، لذلك فهو كيعالج مشكله ديال حبوب الوجه بشكل هائل. فيه سيلينيوم، فيتامين او، فيتامين بي 5، اوميغا 6، اللي كيعطي سوبليس ودوسور للبشره. يعني عنده فوائد كثيره ومميزات من غير اللي ذكرت لكم. غادي نحتاجو الجل الويفيرا كذلك. كاملين تنعرفوا انه تيعالج البشرة بعمق، كيجدد الخلايا. ثم نحتاج للعسل الحر، يعني شهادتي مجروحة في العسل الحر. كلنا تنعرفوا الفوائد ديالو للبشرة بصفة عامة، وكذلك التخلص من تجاعيد تغذية البشرة والتخلص من حبوب الوجه. غادي ناخدو سبيرولين. كما تنعرفوا هاد سبيرولين هي لي زالك اللي تيكونوا في البحر، كاينين اللي قابلين للاكل، كاينين اللي كنستعملوهم للتجميل الخارجي كالبشره والشعر. بالنسبه لي انا في كل صباح تناخذ زوج ساشيات مع كاس ديال الماء. الصراحه ما نكذبش عليكم المذاق ديالو خايب بزاف، لكن ضروري ناخذوه. وكاينين بزاف الوصفات اللي فيها سبيرولين، يعني تقدروا تعملوه في عصائر ولا سموسي هكذا باش ما تحسوش بالمذاق ديالو. ثم غنضيفو جل الالويفيرا. بالنسبه للمنتجات اللي استعملت كامله بها تقريبا بيو. غادي نضيفو ملعقه كبيره من سبيرولين، وغادي نضيفو ليها نصف ملعقه من الالويفيرا. واذا حبيتوا اني نعمل لكم موضوع مفصل على سبيرولين كتبوا لي اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وان شاء الله نعمل لكم موضوع خاص به لانه كيعتبر من احسن المكملات الغذائيه. وكذلك كندخلو في تحضير العديد من الماسكات الخارجيه للوجه، البشره، الشعر وكذلك الجسم. تنضيفو العسل الحر. فقط هاد هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الماسك. هاد الماسك فهو مضاد للاكسده، كيرطب كيقوي البشره وكيعيد تجديد الخلايا ديالها، تيخلصنا من الحبوب والاثار ديالها. تنخلطوه بشكل جيد جدا باش تنسجم المكونات كامله مع بعضياتها. ومن بعد ذلك مباشره تنقبطوا بانسو، او يمكن السيده غير يدويا تعملوا غير بالاصابع ديالها. المهم تابليكي على الوجه ديالها بشكل تام وتخليه تقريبا 20 دقيقه حتى يبدا يبس ليها فوق الوجه ديالها. ثم تتنظفوا بالماء بشكل عادي وتتعمل اي كريم مرطب. من بعد ذلك صدقوني البنات هذه الوصفه فعاله للغايه، كنتمنى تجربوها. وكيف ديما اللي عنده اي سؤال اي استفسار توضعوا لي اسفل الفيديو ان شاء الله نجاوب عليه. كنشكركم حبيبتي لمتابعتي للاخر، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد.